تغير. انا رايي ما اصب مويه. طيب هذه كيف تدخل الحين؟ شوف انا واقفه طبعا انا قاعدين يفكرون شيء. والله ساعدنا يعني. والله شوف عندك خبره؟ انا بقول لكم اشوفك انت وعبيد فارس الاول دائما ما اقدر. طيب اخلي ذولك لازم اساعد بس يعني انا كيف ادخل بها بس بالفكره وليد تسمح بالعقل يعني بالعقل ندخل بالعقل انا ابغى اساعدك بالعقل يعني انا ابغى اساعدكم يا ابو زهره يا مدلل اسمع طيب. يقولوا علي الدوسري بالعقل اقنع حتى تسمحوا يعني بالعقل يعني اذا البهارات فوق والله العظيم اني حسيت ان شكام في حلقي بالطبخ حسيت علي يقول بالعقل خلاص نتكلم انا بكلم الكركم نتكلم يلا تفضل تكلم انا مو على الكركم بالعقل يا الكركم الجميل انا مو على الكركم شو الكركم حاطينه في زاويه بعدين جان هناك جاج هناك حطوا كل شيء قال يلا الكركم الكركم مستحي هنا طيب حطوا كابتن يضبط تكتيك داخل شيء هلا بزاف صب مويه ولا مشكله فريق ما بدفاعي ما في هجوم هو قال لي قال ترى احنا بنسجل واجد بس نسى خلاص راك وريد والله العظيم رايي انكم انتم مدري ما في ولا قطعه ماء عنك والله ما في ولا قطعه ماء زيد والله نسولف ثلاث سولف هناك تسولف انا خشني بالله سولف خشني سولف مع خويك هناك ما يسولف هذا يا ابو انت مالك ومال طبختهم سلطان ما يسولف انت مالك وسلطان تابع طبخات شو خويك ورطان خرج من ورطان خلاص خلاص بس لكم استجاج بس ايش الكلام هذا شباب طالب انا بعد سجل هذه كلام ما يصح شباب كذا خلاص والله سجلها عليهم يا ابو انت ساعد خويك ورطان انقذوا من ورطان خلصنا الحين بس هذول هم قد الورطه قد تحت ورطتهم بس انت خارج خويك من ورطان انا مو ورطه رجان ها مو ورطه رجان احنا خلصنا يا ابو علي هذا ايش ضابط الاكله مو ورطه طيب بس برضو ايش تبغى هنا انا سؤال ايش تبغى هنا طفشنا يا اخي هنا لا تبغى تشوف ايش قاعد تسوي زيه مقلوبه برياني ابو علي طيب ممكن يا راجل يا هو هيا خليك هنا ابو علي بالله سجل هذا سالب 100 ابن النقاط كانك حكاري ولا خلانا يجي هنا يسرق يجي ياخذ الملاس ويحرك لا اله الا الله عاوده كم باقي دقيقه ابو هذا الضرب ما اعطيني سالفه شوف نبيك. اتمنى انك الرياليتي تعطينا قصه الجد ترى بتابع ابشر على ذا الخشم علي هاي ابو علي